يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. ضيفتنا اللي منوره الاستوديو عملت ميكس لطيف جدا بين التفوق في الرياضه والتفوق في الغناء والطرب. مطربه اهلاويه جدا ابتدت حياتها داخل جدران النادي الاهلي في لعبه الكاراتيه، واللي طبعا بعدها عن الاستمرار في ممارسه هذه اللعبه هي الاصابه، فقررت بالتالي ان هي تتفرغ لموهبتها وهي الغناء. طرحت العديد من الاغنيات والكليبات، وضيفتنا وضيفة كل حضراتكم المطربة آية عقيل. صباح الفل عليكي ومنورانا. صباح النور، ده نوركم والله. صباح الخير عليك. مطربة ولا البطلة؟ ولا الاثنين؟ الاثنين. مطربة البطلة. ايوه. طيب نبدأ بالكاراتيه. عشان كنت بلعب كاراتيه وانا عندي تقريبا 6 سنين وسبته. اه زمان. مفيش حاجة كملت فيها. انت سبتي لان لازم، يعني كنت مضطره عشان كان عندك اصابه. بس ده كان امتى؟ يعني احكي لنا عن مشوارك في الكاراتيه الاول. انا بدات الكاراتيه من وانا في 5 ابتدائي، من زمان قوي. هو اصلا الكاراتيه جه معايا ان انا كنت في المدرسه كنت هاديه وكيوت كده، وشكلك لغايه دلوقتي ما يطلعش منك كاتر ابدا، يعني مش مقنعه. دي خدعه. لا، فكان دايما صحابي بيغلسوا عليا، وكانوا ولاد خالتي ولاد، فايه بيغتتوا برضو. فالمهم قلت مش هسكت لهم بقى، انا هخش العب كاراتيه واشوف الناس دي اخرها ايه معايا. فبدات في الكاراتيه وبس، وبقيت بقى على طول، بقت يعني اكتر حاجه احبها في حياتي، وكان كل حياتي مكرسه بقى للكاراتيه. ابتديتي وانت سنك كام وبطلتي وانت سنك كام؟ بدات من وانا سني 10 سنين وبطلت من 3 سنين تقريبا. ايه، انت عندك يعني في 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 حاجتين او ملفين عايزين نتكلم معاكي فيهم، ملف الرياضه بطبيعه الحال، وطبعا ملف الغناء والطرب. فكره ان انت تفرغتي لموضوع الغنى، فانا عايز اسالك مبدئيا كده، شايفه الحاله الغنائيه عامله ازاي؟ والمنافسه فيها واصله لدرجه فين؟ ولو عملنا مقارنه بين المنافسه رياضيا والمنافسه غنائيا، لان المجالين مختلفين تماما. انا عايز اقول لك المنافسه الغنائيه اقوى من المنافسه الرياضيه طبعا. يمكن الرياضه انت عارف انت رايح فين، هتعمل ايه، البطوله شكلها ازاي، انما انت في الغنى انت مش فاهم اي حاجه. انا لا، وفي الرياضه عندك حكم، لكن في الغناء عندك جمهور. مفيش جمهور بقى، يعني شوف انت هترضي مين ولا مين ولا مين. طبعا كل واحد وفي اختلاف اذواق طبعا، مش كل الناس هتبقى متفقه على شخص واحد يعني. فانا بالنسبه لي اكيد الرياضه اسهل بكتير في التنافس. يعني انت حاطه لنفسك لاين معين غنائيا مش بتطلعي براه؟ عامله لنفسك مثلا او في فكر تسويقي ما عشان تقدري تتواجدي بقوه على الساحه؟ طبعا انا شغال على ده، انا والتيم ورك بتاعي. بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نظبط الدنيا في البلان بتاعتنا اللي احنا نمشي بيها. بيبقى في كل فتره بيبقى في سنجل جديده، اغنيه جديده بكلاب كده، يعني بنحاول ان احنا نظبط الدنيا. طب سمعينا حاجه كده يا ايه لتطريه الاجواء. ايوه سمعينا حاجه كده. اوكي، احنا ممكن نغني حته من لون الورد من اغنيه. طيب المايك بقى. اسمع مني هقولها بجد، ايوه انا حبيتك طول الوقت، وكلامي اوعى تقوله لحد، ده انا حتى خدودي بلون الورد. انا قلت هتيجي يعني موهبه كده هنجملها ونقول صوتها حلو. لا صوتك حلو بجد، ربنا يغنيك. يعني بس ده امتى اكتشفتي؟ يعني اصل ده لازم اكيد من زمان، يعني درستيها ولا لا كمان؟ لا بصي، هو الموضوع بدا معايا من ايام المدرسه. يعني انا كنت دايما في المدرسه، انا بيعتبروني وبيعملوا لي كاني الستار بتاعت المدرسه يعني. فكان كل حفلات المدرسه كنت انا دايما بعملها، انا دايما بغني يعني، دايما السولو بتاع المدرسه. وكمان بس مامي صوتها حلو، فمامي الموضوع وراثه. فبدات بقى اغني من وانا في المدرسه، من وانا اصلا في 3 ابتدائي
وانا بختار اسمي الفني وانا عارفه ان انا هطلع مطربه وهو ده طريقي وخلاص. يعني انا مقرره سن مبكره للدرجه دي من ثالثه ابتدائي انا عارفه انا رايحه فين. طب تعالي بقى نروح للكاراتيه وبعد كده هنرجع اكيد للغنى مره ثانيه وخصوصا بالصوت الحلو ده. وانت كتكوته كده في نفسك، هل في مره من المرات اتعرضتي لموقف الكاراتيه نفعك فيه؟ ده سؤال كويس قوي. ايه رايك فيا؟ جيت على الجرح. ايه بقى؟ انا كنت خارجه من المعهد، انا كنت في معهد فنون مسرحيه تمثيل واخراج، فانا خارجه من المعهد، الحته دي معروفه شويه فيها ناس فيها ناس جميله زياده عن اللزوم، فخارجه لقيت شله ولاد جايين شباب يعني شكلهم كبير وجايين ايه اللي هو في بنوته ماشيه، فاحنا ايه نحفل عليها بقى، رايحين يستلطفوا جايين يستظرفوا. ده الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه على فكره النهارده، موضوع الحمله. المهم وبعدين حصل معاكي ايه؟ فالمهم لقيت الولد اللي هو يعني انت لازم لما تلاقي حد قدامك تشوف مين اللي ممشي الليله دي، يعني مين الكبير بتاعهم. ايوه يا جامد. ايوه بالظبط يا دارس. فلقيتهم جايين بقى وداخلين كده وهيبداوا ان هم يمدوا ايديهم، فانا قمت ماسكه الولد اللي هو اللي بيمد ايده، فقمت ماسكه ايده وياها وبالبوكس في وشه في وشه. طبعا العيال شافوا ايه صاحبهم الكبير البيج بوس طبعا بيتضرب، كلهم طلعوا يجروا وسابوه وهو بيتضرب وجم صحابي كملوا عليه. فابن حلال ويستاهل، يلا الحمد لله. ايه يا اخوانا الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ ما يبانش عليكي خالص يعني فعلا. ما هي دي الخدعه بقى، عارف اللي هو بالظبط كده. ايه دي كده يعني. لا هي انا بتمنى المشاهد دي تختفي من مجتمعنا، لان يعني الموضوع اصبح سخيف. وعلى فكره هو بيختفي لان فكره كمان ان احنا بقى عندنا قانون للتحرش، ما كانش في قانون زمان للتحرش، واصبح هناك تغليظ ايضا للعقوبه، فده اعتقد كده يعني خطوات ايجابيه جدا نحو محاوله لاخفاء هذه الظاهره. وفكره برضو ان انت حضرتك تبقى عارف ان انت دمك بيبقى تقيل واحنا بنعتبرك مش راجل لما بتعمل حاجه زي كده برضو، فهي باكج على بعض مش لطيف. معلش انا فيمنست شويه او المراه عندي شويه. صح، انا كمان بوجه رساله لاي بنت لما حد يجي يعمل لها حاجه او كده، تخافي ليه اصلا مبدئيا؟ ايوه، احساس الخوف لما بيوصل للشخص اللي قدامك اصلا بيديله فرصه كبيره ان هو يتمادى في الغلط اللي هو بيعمله، انما انا لما اقفله كده وابص له اخرك يعني عايز ايه، فده بيفرق كتير قوي مع يعني الشخص اللي قدامك. بس يعني معلومة بسيطة. طيب نسمع حاجة تانية، أنت ممكن تغني لحد يعني؟ طبعا أكيد. طب ما تغني أغنية الجسمي الأخيرة الناس كلها حباها، إيه رأيك؟ أوكي ماشي. حبيبي بالبنت العريض غالي وأقرب من الوريد، حالتي تتشخص جنون بيقولوا لنا بيك مريض، لقيت الطبطبة وأقوى لو ما انتش بعيد، ضحكتك فيها كهربا دليل لا لا لا. زي الفل قوي، تحفه اصلا. ما لقيتش حاجه انت بتفكري تعملي مثلا البوم كامل؟ لان احنا لاحظنا الفتره الاخيره معظم المطربين والمطربات سواء الجداد او حتى اللي ليهم تاريخ مع الغناء والطرب بقوا بيعتمدوا اكتر على السنجل، الاغاني اللي هي السنجل. فهل انت برضو هتمشي او على نفس النهج ده، ولا انت ليكي رؤيه مختلفه وممكن تفكري تعملي البوم متكامل؟ بص هقول على حاجه، هو مبدئيا السنجل يعني الناس بدات تتجه ان هي تعمل سنجل، لان الالبوم ما بقاش حد بيسمعه، هو اصلا السي دي نفسه ما يتباعش كطريقه تسويقيه يعني. السنجل بينتشر اكتر، الناس بتحبه اكتر، بيوصل الجمهور بسرعه، احسن من اني اعمل 12 اغنيه ما يتسمعش منها غير 3 4 اغاني، فده بيبقى تكلفه عاليه جدا مبدئيا على الانتاج. وناس بالتكلفه انت اللي بتنتجي لنفسك ولا انت تحت اطار شركه معينه؟ لا لا انا اللي بنتج لنفسي. فعارف اللي هو ايه اللي هو طب ما انا اعمل لهم اغنيه اغنيه، ممكن يبقى البوم بس انزله اغنيه اغنيه، مش لازم اقول ان هو ده الالبوم. ممكن ميني البوم زي ما برضو بعض الناس عملوا، او ممكن ميني البوم، بس دي المشكله ان هو ما بيتسمعش كله يعني، حتى السوبر ستارز في بعض الاغاني مش كلها بتاخد حقها، ما بياخدش حقه قوي، بس ده دي فكره. طب ايه كنت بتغني ايام زمان في النادي الاهلي وتدريباتك؟ كنت بتقعدي تغني لصحابك في التمرين لما بتسافروا بطولات؟ احكي لنا. بالظبط، ده اساسي طبعا، هو عارفين ان انا الفنانه بتاعتهم.
طب نسمع حاجه بقى ولا ايه رايكم؟ بصي هو يعني احنا مش عايزين نقعد فعلا نرغي لان الوقت بيجري، فخلينا احسن نستمتع. ومش كل يوم كمان بيجي لنا ضيف عنده موهبه الغناء، فدي فرصه عظيمه بالنسبه لنا. يلا سمعينا حاجه. هتختاري ايه؟ تعالي نغني حاجه الورده، ممكن حكايتي مع الزمان. يا سلام يا سلام عليكي وعلى اختياراتك. ايوه شيء من الشجن. حته كده بقى. كان اسمه حبيبي، كان يوم من نصيبي. ضحيت بعمري ما ضحيت بعمري ما مشوار 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 لحد ما قلبي داب، ولا دقت يوم هنا أنا. وأنا يا ما اتحملت أنا، قسيت ولا اشتكيت، ولا جيت في يوم بكيت من نقلكم هنا أنا. لا عتب هيشفي جراح، ولا هيجيب اللي راح. دي حكايتي مع الزمان، الزمان الزمان، حكايتي مع لا هي بجد بجد انت هايله في الغنى، يعني اكيد في الكاراتيه برضو، بس يعني انا شفت دلوقتي قدامي الغنى انا وكريم تهاري الجمهور كله رايه كده. استمري وكل التوفيق حقيقي، وعايزين نشوفك كده نجمه كبيره. لازم ناوي على ايه بقى ان شاء الله الفتره الجايه؟ بتخططي لايه الفتره الجايه؟ في غنوه جديده ان شاء الله احنا شغالين عليها اليومين دول. انت بتكتبي كمان؟ لا مش بكتب. هو الاغنيه الجايه دي انت عرفت منين؟ مش عارفه حسيت. لا الاغنيه الجايه دي كانت يعني في جزء فيها كبير انا كاتبه الكلام بتاعه. شفتي ذكيه، انا ذكيه. وان شاء الله باذن الله يعني تبقى حاجه لايت كده ونستحبها يا رب باذن الله. طب وما فيش عوده للكاراتيه تاني خلاص؟ لا خلاص. ولا تدريب حتى تمرني او طبعا حاليا دلوقتي متعود على رياضه طول حياته لازم يفضل بيلعب رياضه، صعب يبطل. ما عشان كده بالظبط. فانا دلوقتي بقى عايشه في الجيم، بقى قاعده حياتي في الجيم. كويس، دي حاجه مهمه جدا على فكره، وانت اكيد ادرى الناس باهميه ممارسه الرياضه بانتظام. طبعا ده بتحافظ على كل حاجه في جسمك، اقل حاجه بتبقى بشرتك، نضارتك، شكلك عامل ازاي، شكلك صغير. حتى كمان النفس في حالتك طبعا اكيد طبعا بيفرق في الموضوع. طبعا النفس عشان الغنى وعشان البتاع، فطبعا اكيد. طب وانت على السوشيال ميديا اكتف لو حد عايز يتابعك؟ برضو يعني ليكي مؤخرا بقيت اكتف جدا مع الناس مؤخرا. دي كانت يمكن حاجه انا مقصره فيها الفتره اللي فاتت، بس بقيت دلوقتي متواجده برد على كل الناس. اي حد لما تتشهري بقى افتكري البرنامج ده. افتكري الانطلاقه. ماشي، افتكري اللحظه دي. طالما بقى بتردي على كل الناس، فرصه عظيمه اهي بالنسبه لك وانت على الهواء مباشره، لو عايزه تقولي كلمه لجمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي ده يعني مش في القلب، ده جوه 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 القلب في المعاميع كده. بس ف من الجمهور في المعاميع. جديده هي، جديده يا حضرات والله اللي بيتقال ده. حضرتك انا جاي اصدقكم في برنامج عادي جدا.
واحنا كجمهور مستقرين ومبسوطين في الجميع. فاتفضل. بس فجمهور نادي الاهلي يعني انا بعشقكم اصلا وبعشق الاهلي، يعني هو بيتي الثاني اصلا، حياتي كلها في الاهلي، ف مفيش كلمة تقدر توصف فيها جمهور الأهلي ولا الأهلاوية، أجدع ناس في الدنيا. نورتينا يا آية حبيبتي، كل التوفيق ليك إن شاء الله. يا رب. وإن شاء الله تكوني معانا ضيفة بإذن الله قريب، وأنتِ بتحتفلي بصدور سواء بقى ميني ألبوم، ألبوم، سنجل، أيًا كان، بس إن شاء الله لو عايزانا في الفيديو كليب أنا وكريم والله بصي يلا حاجة مشرفة. أيوه بقى. بعدين خلي بالك معانا نهاوند. يعني مش بس سيكا. أيوه. لا ده نهاوند شخصية. الله. نورتينا وأسعدتينا، بنتمنى لك كل التوفيق. ده نوركم، ربنا يخليك يا رب. شكرا ليك.